اليوم حديثنا اليوم عن لجنة الشؤون العامة. لجنة الشؤون العامة أحد اللجان اللي تندرج في الهيكل التنظيمي لمهرجان الملك عبد العزيز في نسخته السابعة. تندرج تحتها ثلاث لجان: لجنة العلاقات العامة، ولجنة المتابعة، ولجنة المسؤولية الاجتماعية. العلاقات العامة تعنى بتقديم بطاقات الدعوة وتوجيه الدعوات لكبار الضيوف. اليوم احنا عندنا تقريبا بيكون من خلال المهرجان 300 زائر من جهات دبلوماسية، قطاعات حكومية وشركات حكومية من خلال نادي الإبل. ايضا لجنة المتابعة تعنى بمتابعة جميع الزونات وجميع اللجان حتى تساهم في تسهيل دورها في عملها وتقليل السلبيات اللي موجودة في بعض اللجان إن وجدت. أما لجنة المسؤولية الاجتماعية فهي تعنى بمبادرات، تقريبا حدود 12 مبادرة اجتماعية عن طريق الجمعيات الخيرية. هذا دور يقدم نادي الإبل من خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. أيضاً أنا حظيت بشرف تكليفي مدير لصالة الملاك، واللي أطلق عليها سعادة الشيخ فهد بن حثلين رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على المهرجان همة طويق. واليوم هذه الصالة وهذه المنصة اللي تستقبل كبار الملاك وكبار الزوار، اليوم على مساحة 5700 متر اعتبرت لاونج من أكبر الصالات الموجودة يمكن حتى في المدن. اليوم نستقبل قرابة 500 إلى 1000 زائر في المنصة بشكل يومي بسلاسة وبكل يسر. عندنا كثير من اللجان داخل لها أدوار داخل المنصة، ولكن اليوم العمل بسلاسة، الدخول بسلاسة. لدينا اليوم بطاقات مختلفة فيها باركود لتسهيل دخول الملاك وضيوفهم وكبار المسؤولين اللي يزورونا اليوم في المهرجان من خلال همة طويق.